جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع من السودان يسأل ويقول: ما هي شروط الدعوة إلى الله؟ علما بأنني أريد وأسأل الله التوفيق أن أكون من الدعاة، فبماذا تنصحونني ومن أين أبدأ حتى أتمكن من نشر الدعوة إلى الله؟ دعوة إلى الله عمل جليل، قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ويشترط للدعوة إلى الله أن يكون الداعي على علم بما يدعو إليه، يتعلم أولا ويعرف الأحكام الشرعية والحلال والحرام والبدعة والسنة والشرك والتوحيد والواجب والمستحب والمباح والمحرم والمكروه، يعرف هذه الأمور أولا بتفاصيلها من أجل أن يعلم الناس على بصيرة وأن يدعو إلى الله على بصيرة. ثانيا اشترط له إخلاص النية لله عز وجل، وأن تكون نيته إقامة دين الله ونفع الناس، لا يكون نيته الشهرة والسمعة والرياء، فإن هذا ليس دعوة إلى الله وإنما هو دعوة إلى نفسه. ثالثا اشترط الرفق والحلم والصبر في حال الدعوة، قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم. فهذه الأمور هي مقومات الدعوة. الجاهل لا يصلح أن يكون داعي، كذلك الذي ليس له نية في إخلاص الدعوة لله وإنما يقصد طمعا دنيويا أو جاها أو شهرة، هذا لا يصلح أن يدخل في الدعوة، وليس عمله هذا دعوة إلى الله. وكذلك الذي يستعمل العنف والشدة والتنفير، هذا لا يصلح داعية، لأنه يفسد أكثر مما يصلح وينفر الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن منكم منفرين، ويقول عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. هذه أمور لا بد أن تتوفر الذي يدعو إلى الله عز وجل. نعم.